أظن محدش يقدر ينكر تحت أي ظرف من الظروف إنه كم المبادرات الرئاسية المتعلقة بصحة المصريين غير مسبوق، واهتمام حقيقي من الدولة بصحة مصر. يعني ما بين مبادرة 100 مليون صحة والفحوصات الطبية اللي بتتعمل، واللي أظن إنه تقريبا في أكتر من 70 مليون مواطن عملوا هذه الفحوصات اللي هي مجانية، المبادرة بتاعة القضاء على فيروس سي، يعني في كم مبادرات، المبادرات المتعلقة بصحة المرأة والطفل. عندنا مبادرات كمان بالمناسبة للكشف المبكر عن سرطانات الرئة بعد الشر والبروستاتا بعد الشر عن الجميع. عايزين نتكلم أكتر ونفهم أكتر عن هذه المبادرات، ومهم أن حضرتك كمواطن تبقى فاهم المبادرات دي، وحضرتك لما تكون عاوز الآن يعني تكشف تفهم تروح تطمن، وفي حاجة تانية أنك تبقى أنت فاهم قد إيه الدولة عندها اهتمام حقيقي فعلي جذري عميق بصحة سعادتك. معانا على التليفون دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، وهو خير المتحدثين. ازيك يا دكتور؟ مساء الخير استاذ يوسف، تحياتي لحضرتك وشكرا لحضرتك. ربنا يخليك دكتور حسام. يعني كنت بقول انه ولو حتى بشكل عام في ظل وقتك اللي انا عارف انه ضيق وفي 100 مليون تليفون بيكلموك دلوقتي، المبادرات الرئاسيه او المبادرات بتاعه صحه المصريين، هل نقدر نقول هم كام مبادره او اهمهم واكبرهم؟ واخيرا مساله سرطانات الرئه والبروستاتا والمبادره بتاعتهم. طيب خليني اقول لحضرتك انه ان المبادره الرئيسيه او الرئاسيه الرئيسيه، ايوه، هي صحه المواطن المصري. حلو، هو ده يعني كل هم السيد الرئيس، صحه المواطن المصري، وده كان انطلاقته من خلال توجيهاته بالاهتمام ووضع الصحه والتعليم على اولويات الدوله، ثم مبادرة القضاء على فيروس سي التي تحولت إلى مبادرة 100 مليون صحة. 100 مليون صحة، احنا عايزين ال 100 مليون اللي قاعدين مقيمين على الأراضي المصرية يعيشوا في صحة جيدة. حلو. خرجت من المبادرات، من مبادرة 100 مليون صحة، 11 مبادرة تتعلق بصحة المواطن المصري. صحة المبادرة، صحة الأم والجنين، مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع، مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال، بعدين مبادرة الأنيميا والكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم عند أطفال المدارس، وبعدين مبادرة الكشف عن صحة المرأة المتعلقة بأورام الثدي، وبعدين مبادرة الكشف عن الاعتلال الكلوي وما يتعلق به، وبعدين مبادرة الكشف عن صحة المسنين وتقديم الرعاية. فاحنا مبادرة 100 مليون صحة التي تهدف إلى صحة المواطن المصري، خرج منها مبادرات تتعلق بالمواطن من وهو طفل أو هو جنين قبل ما يتولد، ووصلت معه حتى مرحلة الشيخوخة. أيوه. وفي هذه الأثناء إذا تعرض لأي احتياج لتدخل جراحي، كانت مبادرة السيد الرئيس للقضاء على قوائم الانضباط. حلو. من ضمن الـ 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 ولما تتوقف ولن تتوقف مبادرات السيد الرئيس للحفاظ على صحة المواطن المصري، فكان هناك مبادرة جديدة تتعلق بالكشف المبكر عن الأورام السرطانية عموما. ولأنه بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية أنه أعلى نسب للإصابة بالأورام السرطانية ما بين المصريين في الذكور هي سرطان الكبد والمثانة والرئة والبروستاتا، وأعلى نسب للإصابة بالأورام عند المصريين من النساء هي سرطان الثدي والكبد والقولون كأعلى المعدلات في الإصابة، كانت المبادرة الرئاسية الخاصة بالكشف المبكر عن السرطان بتتعلق بسرطان الكبد، سرطان الرئة والبروستاتا، وسرطان القولون.
اللي هي الأمراض اللي فيها أعلى نسبة من الإصابة بالأورام عند المصريين. الهدف منها هو التشخيص المبكر، لأنه القاعدة الذهبية في التعامل مع إصابات الأورام التشخيص المبكر يساوي شفاء، وقد يصل الشفاء إلى 100% في حالة التشخيص المبكر في كثير من الأورام. والتشخيص المتأخر يعني مزيدا من التعقيد، ويؤدي لا قدر الله إلى انتشار الورم وصعوبة التعامل معه طبيا. طيب، فإحنا دي على سبيل الإجمال ما هي المبادرة الجديدة التي أعلن اليوم الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان إطلاقها خلال الفترة القريبة جدا القادمة، اللي منها الكشف المبكر عن سرطان الرئة. احنا النهاردة بنتكلم على فئة عمرية مستهدفة من 45 إلى 75 سنة. بنتكلم من السن من 45 إلى 75 سنة، تقريبا احنا في مصر عندنا ما يقرب من 10 مليون مواطن في المرحلة العمرية دي. ربنا يديلهم الصحة. هنعمل ايه؟ اول خطوة هي ان احنا بنعمل نوع من انواع الاستبيان، او نوع من انواع التاريخ المرضي للمواطنين في هذه المرحلة السنية. بنسألهم على بالنسبة لسرطان الرئة تحديدا، بنسألهم على التدخين، بنسألهم على الأمراض الانسداد الرئوي، بنسألهم على الأماكن اللي بيعملوا فيها، هل فيها تعرض لمسببات سرطانية ولا لا. ده بيحصل فين؟ ده بيحصل في الوحدات الصحية، في الأماكن اللي فيها وحدات صحية. الأماكن اللي ما فيهاش وحدات صحية من خلال القوافل المتنقلة اللي احنا بنعملها كل شهر تقريبا، بتنتشر في كل محافظات الجمهورية في الأماكن التي يصعب على أهلها الانتقال إلى الوحدة. طيب، بما أن احنا عندنا حصر يا دكتور حسام، هل احنا بنبلغ المواطن بأنه مثلا الرجاء التوجه للوحدة الصحية كذا كذا المجاورة ليك علشان تعمل الكشف بتاعك، أو أنه رجاء العلم أنه الوحدة المتنقلة هتبقى موجودة في المنطقة الفلانية فتقدم علشان نقدر أن احنا نعمل لك الكشف والرعاية المناسبة؟ يعني من الجيد جدا ان حضرتك سالت احنا ازاي الناس بتعرف ان احنا بدانا المبادره، من خلال التغطيه الاعلاميه الكامله، سواء من خلال مواقع الوزاره على السوشيال ميديا، او من خلال البرامج زي حضرتك كده، ومن خلال يعني من خلال الاعلام المرئي والمقروء والمسموع، بيتم الاعلان بشكل متكرر عن بدء المبادره. وبالنسبه للقوافل بيبقى في إعلام مسبق للقرى للقوافل رايحها، بأنه القوافل هتكون الشهر ده موجودة في قرية كذا وقرية كذا وقرية كذا بشكل حلو. منظم جدا. بعد ما بنعمل الاستبيان ده بنبدأ يظهر عندنا عوامل خطورة، فلان ده مدخن بقى له فترة طويلة، فلان ده كذا. فبالنسبة للرئة تحديدا بنبدأ الناس اللي عندها عوامل خطورة، عنده تاريخ أسري، لا قدر الله حد من اهله اصيب بسرطان الرئه، حد من، وبالتالي دولت بتبقى عوامل الخطوره اللي بنتكلم عنها، اللي على اساسها نبدا نوجه المواطن الى المستشفى اللي هو عنده عوامل خطوره وفي المرحله العمريه اللي بنتكلم عليها. نقول له توجه الى المستشفى، وفي المستشفى بنجري مزيد من الفحوصات اللي مرتبطه بالكشف على الاحتماليات الاصابه، في فحص شائع جدا دلوقتي بيتم استخدامه بشكل واسع على مستوى العالم، اللي هو ان احنا بنعمل حاجه اسمها لو دينستي اشعه مقطعيه او سي تي، اشعه مقطعيه قليله الكثافه او قليله الاشعاع الايوني، بتظهر الرئه بشكل واضح جدا وما بتعرضش المواطن الى كميه كبيره من الاشعاع. إذا الحمد لله طلعت سلبية خلاص، يبقى احنا مطمئنين انه ما فيش مشكلة. لو لا قدر الله إذا كان هناك نتائج إيجابية، بندخل بقى في الفحص بالأشعة المقطعية المتخصص وخلافه. طيب، لا قدر الله في أي مشاكل أو ظهرت إيجابية الفحص، المواطن بياخد العلاج في المستشفى أو في الأماكن المتخصصة لعلاج الأورام. كل ده بيتم على نفقة الدولة المصرية، وبدون أن يتحمل المواطن أي تكلفة تماما. طيب، ده بالنسبة للصدر. وقف على ذلك بقى البروستاتا، القولون، الكبد،
الكل واحد من هذه الأورام له الآلية اللي بتخلينا نعمل المسح اللي يوصلنا إلى الاشتباه ثم التشخيص بالوسائل الدقيقة جدا للتشخيص وتقديم العلاج. طيب دكتور، أنا جاي في بالي حاجة، يعني أشوف أنه من الوارد أنها تبقى يعني سهلة التطبيق. ما أنا مش عاوز أعتمد بس على البرامج وعلى الموقع وعلى الفيسبوك وما إلى ذلك. إحنا ممكن نعمل اتفاق ما بين وزارة الصحة وما بين الشركات الأربعة المشغلة لخدمات التليفون المحمول في مصر، بأنه مبدئيا بيتبعت رسالة لكل الأرقام: يا سادة كرام، إذا كنت أنت من الفئة العمرية من كذا لكذا فرجاء التوجه للوحدة الصحية لإجراء 1 2 3. وفي حالة الوحدات المتنقلة فبيبقى في حاجات كده اللي كنا بنسميها، كنت زمان أصلي بشتغل في شركة من الشركات دي، يبقى نتورك مسج. فأنا لو أنا بالوحدة المتنقلة بتاعتي رايح مثلا سهركت الكبرى في الدقهلية، فهبعت رسالة تطلع من الشركة أو الشركات الأربعة لكل نطاق سهركت، تقول لهم الوحدة المتنقلة موجودة في المكان الفلاني، الرجاء التوجه إليها إذا كنت في الفئة العمرية من كذا لكذا لإجراء الكشف. وأنا أفضل أن الشركات الأربعة تعمل ده تطوعا دون أن تطلب من سيادتكم أي مبالغ مالية، لأن إحنا هنا بنتكلم على شيء غير تجاري على الإطلاق، ده شيء يتعلق بصحة المصريين وفي النهاية يعود بالنفع على المجتمع بشكل عام. يعني خلينا أقول حاجة طبعا، أنه هذه فكرة ممتازة وهي إحنا طبقناها في الكثير من المبادرات. وعايز أقول لحضرتك أنه الحقيقة أن هناك تعاون وثيق وهناك دعم كبير الحقيقة من الشركات الأربعة ومن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تكرار تطبيق مثل هذه الحلول اللي حضرتك اتكلمت عنها بشكل مستمر، وهو يعني أمر محمود جدا ولا شك. طيب خير وبركة يا رب يا مساعد. دكتور حسام، احنا دايما نزعجك ودايما ناخد من وقتك، بس هنعمل ايه بقى؟ ما هو احنا يعني عشمنا فيك دايما كبير ونحب دايما نسمع منك مثل هذه الامور، بحيث انه نبقى خدنا الكلام والتصريح من اهله زي ما بيتقال. انا بشكرك جدا 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 دكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان.